عرفت المسيح وابتديت المسيحية الحقيقية 8/12/87. قعدت شهور بعدها عايز أمشي في الشارع أنادي للناس كلها وأقول لها كأني مش بنده لهم بس عشان يصلوا، يعرفوا الإله اللي أنا عرفته، يدوقوا الحياة اللي دقتها. وفعلا عملت سطرين كده، كنت بمشي في الشارع أقولهم لشهور، مش قصدي ترنيمة ولا قصدي أن أنا أقدم للكنيسة حاجة، أنا ما كنتش بخدم ساعتها ولا أعرف حاجة خالص عن الخدمة ولا الترنيم بالمناسبة. لكن فضلت أقول لمدة شهور وأنا ماشي في الشارع في أي مكان أنا موجود فيه، يسوع هو الطريق، يسوع أعظم صديق، يسوع هو البداية، يسوع هو النهاية، يسوع هو الحياة. وبعدين ابتديت أقولها بلحن كأنه نداء للصلاة ونداء للرجوع لربنا ونداء ونداء للحياة، وكنت سعيد جدا بيه وما زلت لغاية دلوقتي بفرح جدا وبفتكر كل الأماكن اللي كنت بقوله فيها. لغاية ما في وقت كده كنت رايح مؤتمر أو كانت نهضة، وكانت الفكرة الرئيسية بتاعتها إن إحنا ننادي على الناس نقول لهم يسوع هو الطريق. فقلت له يا رب أنا عايز أنادي النداء ده من على المنبر، أنا مش بعرف كتير لا في الخدمة ولا في الترنيم في وقتها، لكن قعدت افتكرت الحالة اللي أنا كنت فيها واللي الروح القدس خرجني منها بمعرفة المسيح، فقلت أنا هنادي على واحد في حالتي. فقلت الكلام اللي أنتوا هتسمعوه دلوقتي. بتدور عالطريق في زمان مليان بضيق، بتدور عالطريق في زمان مليان بضيق، مسجون في الهم ليه ما تقوم اصرخ إليه، يسوع هو الطريق، يسوع أعظم صديق، يسوع هو البداية، يسوع هو النهاية، يسوع هو الحياة. هربان والحد فين، حيران جوا الأنين، بينادي عليك تعود بحنان من غير حدود، يسوع هو الطريق، يسوع أعظم صديق، يسوع هو البداية، يسوع هو النهاية، يسوع هو الحياة. هتعيش من سن كام في سنين من غير سلام، هتعيش من سن كام في سنين من غير سلام، لا المال يديك أمان ولا صاحب ليك ضمان، يسوع هو الطريق، يسوع أعظم صديق، يسوع هو البداية، يسوع هو النهاية، يسوع هو الحياة. هتعيش مليون طريق، محتار بينهم غريب، وتعود مليان جراح، تبكي على عمر راح، ويسوع هو الطريق، يسوع أعظم صديق، يسوع هو البداية، يسوع هو النهاية، يسوع هو الحياة. دي جروح
روحك راح تطيب في رجوعك للصليب، في الفرح هناك تعيش أبدية ما تنتهيش، في الفرح هناك تعيش أبدية ما تنتهيش. يسوع هو الطريق، يسوع أعظم صديق، يسوع هو البداية، يسوع هو النهاية، يسوع هو البداية، يسوع هو النهاية، يسوع هو الحياة، يسوع هو الحياة.